اللي احنا عايزين نقوله ان النهارده فعلا فعلا قمه كرويه بتجمع بين اتنين من عظماء القاره الافريقيه. يمكن انا كان ليا الحظ ان انا شرفت بتمثيل النادي الاهلي في اول لقاء افريقي جمع بين نادي الاهلي ونادي الترجي التونسي، كان في تونس سنه 1990 وانتهى بالتعادل 0-0. توالت بعد كده المباريات بين الاهلي وبين الترجي التونسي. الاهلي صاحب 9 بطولات دوري ابطال. لو بدانا هنبدا من سنه 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013 و 2020 ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله العشره تبقى 2021. ترجي تونسي صاحب 4 بطولات لدوري الابطال 94 2011 وسنتين متتاليتين 2018 و 2019. ماتش النهارده مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي بيبحث عن التتويج بالعشره ان شاء الله. ماتش النهارده عايز اقول لحضراتكم ان مش ماتش الحسم. ماتش النهارده مش ماتش الحسم، اتعودنا دايما في ماتشات الاهلي والترجي ان بعد صفاره نهايه المباراه الثانيه بتحسم الامور، ولكن النادي الاهلي مطالب ان شاء الله باذن الله رب العالمين النهارده يعمل نتيجه ايجابيه تريحنا شويه. ماتش العوده اللي هيكون عندنا يوم السبت الجاي باذن الله تريحنا، ما تحطش علينا ضغوطات مباراه العوده، انما بغض النظر عن اي نتيجه النهارده الماتش الثاني هو اللي بيحصل.